اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه. الاستاذ حسن القني والاستاذ عبد الكريم الفالح ومضيفا حلقه الليله اسامه هوساوي والفكر الاحترافي في التقرير التالي. بتوقيعه مؤخرا لنادي أندرلخت البلجيكي، وضع المدافع السعودي أسامة هوساوي فصلا أخيرا لحكايته التي استمرت طويلا والتي حملت بين جنباتها فصولا من المفاوضات واستقراء للمستقبل وطموحا كبيرا لتجربة أوروبية مختلفة. أسامة هوساوي صاحب 28 عاما فضل أن ينهي الحكاية بتوقيعه للفريق البلجيكي الذي تنتظره مشاركة مميزة في دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، على الرغم من المبلغ الكبير جدا الذي رصدته إدارة نادي الهلال لتجديد عقد اللاعب في إحدى فصول الحكاية، إلا أن ثقة اللاعب في إمكانياته جعلته يصر على خوض التجربة الاحترافية الأوروبية بغض النظر عن مبلغ العقد الجديد الذي سيذهب جزء كبير منه كضرائب. تجربة سعودية جديدة في الملاعب الأوروبية نرجو أن تكلل بالنجاح وأن تكون نموذجا مميزا يعيد المفاوضين الأوروبيين للملاعب السعودية من جديد للبحث عن مستويات مشابهة. لبرنامج كورة، ماجد القحطاني. أسامة هوساوي، شوف تجربة اللاعب، أولا المحور الأهم في موضوع احتراف أسامة هوساوي هو اللاعب نفسه، طموح اللاعب، ولذلك أنا أعتقد أنه من يقرأ عنوان احتراف اللاعب يجب أن يفتش عن الطموح. الطموح هو الذي دفع أسامة هوساوي إلى أن يرفض العرض الفرنسي، وهو اللي دفعه أن يرفض العرض الهلالي أيضا، واللي كان حقيقة مغري جدا، هو الذي أيضا قاده إلى أندرلخت، أحد أعرق الأندية البلجيكية وأقواها. وأنا أتصور أنه بغض النظر عن المردود المادي اللي يعني يتحدث عنه التقرير بأن هناك فعلا جزء كبير منه سيذهب للضرائب، وربما جزء الهلال وربما جزء للاعب، أنا ما أدري كيف التقسيم بين اللاعب والنادي، لكني أنا أؤكد حقيقة أنها خطوة غير مسبوقة وتستحق الاحترام والتقدير من اللاعب. تجربة أسامة هوساوي في أندرلخت البلجيكي هي تجربة تعني الثقة بالنفس وتعني الطموح وتعني قراءة المستقبل وتعني أيضا الفائدة التي ستعود بحول الله سبحانه وتعالى على المنتخبات السعودية من خلال فتح آفاق رغم أمام كل صاحب السعودي. موضوع أسامة هوساوي من أحاديث قبل فترة أنه كبري وحيرجع للدوري السعودي وهالحكي، والله شوف الإدارة الهلالية يعني إدارة متميزة وليست غافلة عما يدور في الوسط الرياضي، ولا أتصور أنها يعني تكون بمعزل عما يعني عما يحاك لو كان هناك عملية عودة. أنا أعتقد أنه كان واضح اللاعب منذ البداية وكان هدفه يعني محدد وطرحه في غير مناسبة، وكان يقول يعني ما نصه لن أذهب إلا بعقد في نادي أوروبي يعني يكون مقنع بالنسبة لي. في النهاية صبر اللاعب، في النهاية يعني وثق في نفسه في إمكانياته، في النهاية ترجم كل ذلك من خلال طموحه الشخصي في الاحتراف في نادي أوروبي ونادي بلجيكي، يعتبر أيضا نادي من الأندية التي تشارك يعني حسب التصنيف تشارك أيضا في أبطال أوروبا سواء للدوري أو كأس الاتحاد الأوروبي. تركي، التجارب اللاعبين السعوديين في الاحتراف خارجيا أنا أراها تجارب خجولة، كانت ما كانت تجارب قوية، يعني كان هناك سامي الجابر، فؤاد أنور، الشيان، حسين عبد الغني، ما كانت بتلك القوة أو مع أندية قوية جدا في أوروبا. أندرلخت البلجيكي وفريق عريق من ضمن بطولاته اللي حققها هي بطولة السوبر الأوروبية، بطولة السوبر الأوروبية ما هي بطولة هينة. صحيح. وحقق أيضا طبعا بطولات بلجيكا عديدة، وأهم شيء في التعاقد هذا هو مدى استفادة اللاعب نفسه من التعاقد، وأنه يكون النادي يعني يشرك في المباريات وليس يبقيه حبيس الاحتياط، وبالتالي معنوياته تتراجع ولا يكون قد
قطف الثمرة المفيدة بالنسبة للاحتراف ويعود للدوري السعودي وهو يعني معنوياته متراجعة، وهذا شيء بيكون مؤسف. احنا نتمنى انه هوساوي يحقق النجاح الكبير مع أندرلخت عشان يعود هذا بالفائدة عليه وعلى المنتخب، وعشان مثل ما قال حسن أنه أيضا يفتح آفاق للاعبين سعوديين آخرين حتى يشاركوا في فرق أوروبية قوية. النقطة الثانية أنه دفاع الهلال راح يفتقده كثيرا يعني إذا رحل، وما ندري من هو البديل، هل راح يكون تعاقد الهلال مع لاعب مدافع أجنبي قوي أو مع لاعب محلي قوي في نفس المنطقة، خصوصا وأنه دفاع الهلال يعاني حاليا الكثير، وهو دفاع يعني في بعض المباريات أثر في نتائج فريق الهلال. بس أنا أعتقد أنا بالنسبة لدفاع الهلال، ترى الهلال عنده ترى عناصر جيدة في الدفاع، لكن يعني مثلا رضوان الموسى على مستوى الأولمبي لاعب من اللاعبين المميزين اللي شارك مع المنتخب وشارك مع الهلال في بعض المباريات، وأنا أعتقد منحه فرصة في العام القادم سيخدم الفريق. بالإضافة إلى أنه الهلال في هذا الموسم تعاقد مع لاعب من أحد أعتقد اسمه فواز، وأتصور أنه ربما أنه هو صغره في السن يعني ويحتاج ربما العامل الوقت، ربما أيضا يكون من الإضافات. أنا أعتقد أنه فريق زي الهلال لن يتنازل بسهولة عن أسامة، حتى في ظل ذهاب أسامة لن يعني يترك أسامة دون أن يكون لديه حلول وبدائل فعلية. الهلال من الأندية الكبيرة التي تستطيع أن تدرس المستقبل بشكل جيد وتستطيع توفير البديل، ولا خوف طبعا بطبيعة الحال أنه ما يشهد الفريق الآن هو على مستوى المجموعة للانخفاض في المستوى للأمانة، وليس هذا، لكن طبعا الأحداث ترتبط بعد ودائما الأحداث تتعلق من بديل أسامة الآن في ظل هذا المستوى يعني المتراجع نوعا ما للفريق. لكني أنا أعتقد أنه الهلال قادر على تعويض غياب النجم أسامة هوساوي كما فعل قبل ذلك بعد غياب تفريز، وكما فعل أيضا قبله باستقدام ليتانا وغيرهم من نجوم الأجنبية أو المحلية في خط الدفاع. ونتمنى التوفيق، يعني هذا كل اللي علينا نقول، بالتأكيد نتمنى لها كل التوفيق في تجربة الاحترافية الجديدة.